السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على فيديو اليوم، حبيت أن نبارك لنادي شباب قسنطينة الفوز المهم والمهم جدا خارج الديار أمام النادي الإفريقي التونسي. ألف ألف مبروك للسنافر، ألف ألف مبروك للسياسي، حظ موفق أيضا لنصر حسين داي، ان شاء الله في مقابلة العودة يرجع ويتأهل. حظ موفق لممثلنا الجزائري الآخر شبيب الثورة ضد النادي سيمبا التنزاني، وان شاء الله يعودوا لنا بنتيجة إيجابية ان شاء الله من تنزانيا. إذا خوتي، حبيت نتكلم على الكرة الذهبية بين قوسين بالون دور تاع الهفاف. البالون دور اللي أصبحت أضحوكة، البارون دور اللي عاد عبارة عن سكتش، بالدليل احنا ما نتكلموش ما نقيسوش الناس، احنا نهضروا بالأدلة. البارون دور من المفروض يكرموا على طيلة موسم رياضي. الأسماء اللي مقترحينها هما بغداد بنجاح، يوسف عطار، رياض محرز، إبراهيمي، ويوسف بليلي. هذا هما الأسماء المترشحين. أسماء المترشحين لما يتم تقييمهم، التقييم يكون على مدار يعني ولا طول موسم رياضي كامل، ماهوش 6 أشهر، يعني عام كامل. الموسم الرياضي يكون 2017-2018. منين يبدأ؟ يبدأ من سبتمبر 2000 ولا من أوت 2017 إلى غاية ماي 2018. هذا هو الموسم الرياضي، هنا تقيم فيه اللاعب على حسب جريدة الهداف. إلى جريدة الهداف باش ترشح حد من الناس لازمها تدير 2018-2019، احنا مازلنا ما كملش الموسم الرياضي. اذا التقييم كما قلت لكم هو 2017 باعترافهم هما 2017-2018. تبدا قلنا من سبتمبر ولا من اوت 2017 الى غايه ماي 2018، هذا هو التقييم. صح، دركا ندرس مرشح مترشح بمترشح ونعطيكم الدليل القاطع على ان هذه المسابقه راهي مجرد تصفيه حسابات. هذه الجائزه راهي تصفيه حسابات باش يكرهوا هما ما يكرهوا بعض المحترفين، وباش يزيدوا يحاولوا يديروا حمله دعائيه ضد هذا من المغتربين والمحترفين. بالدليل نبداو بغداد بنجاح اللي هما راح يعني نقولها لكم من الان، اليوم راهو السبت، لحد الاثنين بغداد بنجاح هو اللي يتحصل على الجائزه. انا قلت لك من درك هما حابين يعطوها له. انا مانيش ضد بغداد بنجاح، بالعكس انا يعجبني بغداد بنجاح، بصح نعطيك بالدليل. نبداو بغداد بنجاح. بغداد بنجاح في 2017-2018 ما كانش هو الهداف. الهداف الدوري القطري اللي هما يعتبروه احسن من الدوري الانجليزي، واحسن من الدوري البرتغالي، احسن من الدوري الايطالي، واحسن من الدوري الاسباني، مع احترامي للدوري القطري ومع احترامي لدوله قطر. صح، هما مش بيهم باش هما ليسونسيال ضرب اي لاعب مغترب، تحطيمه وتكسيره. بالدليل انا جايين لها، قلنا بغداد بنجاح ما كانش هو الهدف. بغداد بنجاح كان هو المرتبه الثانيه. الهدف شكون في الدوري القطري؟ هو يوسف العربي، لاعب الدحيل القطري. ارجعوا شوفوا الاحصائيات اللي رانا نكذبوا عليكم، انتم تقيموا على موسم رياضي كامل اللي فيه عام من 2017 الى غايه ماي 2018. كان الهداف الدوري القطري هو يوسف العربي، يعني بغداد بنجاح ما يدخلش. هذا الاول، المترشح الاول. نروحوا المترشح الثاني اللي انا نقولها لكم من الان، المرتبه الثانيه رايحه ليوسف عطال. وانا مانيش ضد اللعب هذا، بالعكس يعجبني اللعب هذا، بس انا لما ندير دراسه نديرها على اسس علميه ومنطقيه وقانونيه. المنطق قلنا 2017-2018 التقييم، هذا هو التقييم اللي عتقيم عليه الهداف. صح، 2017 الى غايه ماي 2018 عطال كان يلعب في كورتري. ونزيد نذكركم عطال كانت عنده العديد من الاصابات، جات ضربه في نيفو، جات ضربه في ركبته، يعني الركبه عنده العديد من الاصابات.
عطال كان يلعب في كورتري ما كانش يلعب بصفه دائمه. لو تجملوا عدد المقابلات كامله على مدار الموسم كامل مع نادي كورتري ما تفوتش 6 إلى 7 مقابلات. إذن عطال شرط اساسي انه ماهوش منافس، ما عندوش منافسه، مش ما عندوش يعني كومبيتيسيون، دائما الاصابات. يعني عطال ما يدخلش في القائمه نتاع مترشحين. اذا عندنا زوز مترشحين ما كانش، هذا زوز مترشحين ما فيهمش شروط، هاد باش تعرفوا الهداف كيف راه تمشي برك. نروحوا للمترشح الثالث اللي هو انا نقولها لكم الان، هو اللي غيكون المرتبه الثالثه، هو رياض محرز. رياض محرز كان في 2017 و2018 كان يلعب بصفه دائمه مع ليستر سيتي، وكان في ليستر سيتي ما كانش في المان سيتي، صح؟ كان في ليستر سيتي يلعب بصفه دائمه، صح؟ ليستر سيتي ما دارش بطولات، ما نكذبوش على بعضنا، ما دارش بطولات رياض محرز في السنه هذه، لكن كان يلعب اساسي. ونروحوا للمرتبه الرابعه اللي هو شكون؟ هو يوسف بلايلي. نعطيكم ديتاي، ها وشكون اللي غينجح؟ المرتبه الرابعه هو يوسف بلايلي. يوسف بلايلي في 2017 و2018 كان فترة يلعب في الفريق الرديف ولا الفريق تاع اونجي، لعب مقابلة الله أعلم في الكأس الرابطة لا ليغ مع الفريق الأول، بعد لعب مع الفريق الثاني، بعدها في 2018 تحول إلى الترجي، ما كان عنده حتى بطولة، نعم حتى المباريات ما عندوش مقابلات، ما لعبش يعني ما عندوش يعني مقابلات يلعبها. هذا ثاني ما يدخلش ضمن المترشحين، ما يدخلش، ما فيش الشروط، يعني كما نقولوا ما يدخلش ضمن المترشحين، ما عندوش الشروط تتوفر فيه الشروط باش يكون من ضمن المترشحين للكره الذهبيه نتاع الهداف. نروحوا للمترشح رقم 5 اللي هما في الترتيب تاعهم، لابراهيم يعبعدوه اصلا الترتيب تاعو الخمس، هذا المترشح الاخير بالنسبه لي، وانا نقولها لكم يوم اثنين تلقى ابراهيم هو الخمس، هو الاخير، المرتبة الأخيرة للذهب إبراهيمي هو المترشح اللي تتوفر فيه جميع الشروط. وهذا إبراهيمي المرتبة الأخيرة اللي دارته الهداف، المرتبة الأخيرة كونسابط رينحاته خلاص، هذا الخامس تتوفر فيه جميع الشروط. 2017-2018 إبراهيمي بطل الدوري البرتغالي، هو اللي تحصل على البطولة البرتغالية. نعم 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 نعم، ارجعوا شوفوا ابراهيمي لعب العديد من المقابلات، مراوغ ثاني احسن مراوغ في الدوري البرتغالي، دوري برتغالي كامل هو ثاني احسن مراوغ في الدوري البرتغالي، مسجل العديد من الاهداف، عنده العديد من الاسيست، ويعني والحجه الكبيره واش هي؟ هو الدوري، هو الشامبيون، البطوله، مدي بطوله برتغاليه. اذا ابراهيمي تتوفر فيه جميع الشروط باش يكون هو المترشح، وباش يكون هو اللي يتحصل على الكرة الذهبية. يعني منطقيا قانونيا عقليا ذهنيا اللي يدي الكرة الذهبية تاع نهار الاثنين يكون هو ياسين إبراهيمي، بالمنطق وبالعقل. إذا تحسبوا أنتم الدوري القطري أحسن من الدوري البرتغالي هذا شيء آخر، إذا تحسبوا أنه لاعب يلعب في كورتري فترة قصيرة والكورتري تلعب في بلجيكا يعني الدوري البلجيكي وفريق كورتري احسن من بورتو شيء اخر، الا تحسبوا ترجي ولا تحسبوا اونجي ليكيب ريزيرف احسن من بورتو والدوري البطوله البرتغاليه شيء اخر. اذا باش نهضروا بالمنطق، اول واحد اللي مترشح ويستاهلها هو ياسين ابراهيمي، ثاني واحد اللي يستاهلها شكون؟ هو العربي هلال سوداني، لانه تحصل على الدوري الكرواتي، تحصل على الدوري الكرواتي. ثالث واحد شكون؟ هو رياض محرز. ورابع واحد هو سفيان هني، انا عم سفيان هني. خمس واحد الى حبيتوا تدخلوا بغداد بمشي تدخلوه كخمس، لكن نحكوا كمنطق. دروك الناس تقول لي انت تكره المحليين، انا ما نكرهش المحلي، انا نمشي بالمنطق. لو تدير مو الكلام مليح 2018 يعني المسابقه تاع العام الجاي ان شاء الله لبقينا عمل حيين، ودرتو 2018 2019 وي عطال يستاهل، دار مستوى مليح، قدم مستويات مليحه. بغداد بنجاح يستاهل وي، بلالي يدخل في القائمه لانه دار شامبيونز ليغ،
أنا معاك 2018 2019 بصح هذا تقييم راه لا 2017 2018. إذن هذه مجرد تصفية حسابات، هذه مجرد تصفية حسابات وضرب كل ما هو جزائري جاي من وراء البحار بالمنطق بالعقل بالكلش كما تحبيتوا تسموها تسموها، اللي يستاهل حقيقيا ومنطقيا وقانونيا اللي يتحصل على كرة ذهبية الف اللي جريدة الهداف هو ياسين إبراهيمي اللي هو محتل عندهم دركا المرتبة الأخيرة، ولا يعطوها له المرتبة الأخيرة. ما جبتش من عندي، ما جبتش من عندي، أنا أحكي كمنطق باش الناس ما تقولش باللي راك تكره المحليين. أنا كون جيت نكره المحليين ما نقولكمش باللي سوداني ومحلي، سوداني خير سوداني محلي، نقولكم سوداني هو اللي يستاهل المرتبة الثانية قبل محرز. أحكيكم كإنجازات وكألقاب، الأول إبراهيمي الثاني سوداني والثالث محرز والرابع هني والخامس عندكم الحرية حبيتوا ديروا بغداد، هو ثاني هداف ماهوش هداف بغداد بنجاح. وننساش ولا حبيتوا ديروا اللاعب لأكثر مشاركة يدخل فيها ماندي، ماندي يدخل في الخمسة نعم، وما يكون ما يدخلش حتى بغداد، ماندي اللي تكرهوه وحبيت نحوله جنسية جزائرية يدخل معاه، أكثر لاعب مشاركة في الدوري الإسباني، أكثر لاعب مشاركة في نادي بيتيس، اللاعب الجزائري اللي تحصل على الكابيتانا، ماندي يدخل، ماندي يدخل. إذا عدتوا تقيموا كمنطق، إذن باش نخلص القول، هذه الجائزة لو كانت في دول أخرى يشبعوا لنا ضحك، يشبعوا لنا ضحك، هذه تبهديلة، هذه مش جائزة، هذه تصفية حسابات، هذه انت جنسيتك جاي من ناحيك، هذه هي. اذا ما تمسخروش وتلعبوا بعواطف الناس، قولها لكم من الان اليوم زلها يومين، مرتبة الاولى بغداد بنجاح، ثانية عطال، ثالثة محرز، الرابعة بليلي، الخامسة ابراهيم الاخير اللي هو يستاهلها حقيقة. هذه هي بلادنا، الله غالب الله غالب، هذا هم الناس اللي يكرهوا المغتربين. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.